ان الست المصريه هي بتقدر تعمل كل حاجه. يعني حتى بصوا بره ويمكن شفنا كمان الصور، هم كلهم سيدات وهي بيجتمعوا، يعني مش مثلا بيجتمعوا عشان يخرجوا، لا هم كمان بيجتمعوا كمان عشان يعملوا حاجه مفيده. عايزه اقول لك كمان انها بتحس بدورها هناك اكتر، لان هي اللي بتحمل اسم مصر. يمكن هناك مش كلهم مصريين، هنا بتشوفي مصريين كتير بينزلوا ومش عارفه مين، لكن هناك هي بتحس ان هي لوحدها، فبتوعي الناس اللي حواليها وليها دور مهم جدا، سواء جيرانها سواء اصدقائها سواء في التليفون سواء بتاخد ولادها مثلا وهم بينتخبوا، فكده بتحس بالوطنيه اكتر. دي حقيقه. واعتقد ان احنا بره كمان، يعني انا قبل كده شفت فيديوز بيشغلوا اغاني وطنيه بجد، الواحد يعني حتى هنا مفتقدين العيشه هنا في مصر، فتلاقيهم عايزين يحسوا بده هناك. يعني انا هنا كمان انا في فتره الانتخابات انا ببقى مبسوطه، عارفين ليه؟ مصر. يعني ايه الاغاني الوطنيه اللي شغاله حتى في اللجان، الاعلام اللي مرفوعه، الست المصريه اللي هي واخده ابنها الصغير، هو مش راح ينتخب لان هو صغير معهوش لسه بطاقه، بس واخداه في ايديها ورافع علم مصر. كل دي بجد مشاهد مفرحه جدا يخليني بجد ان انا فخوره اني اكون بجد يعني امراه وسيده بجد مصريه. احنا اكيد هنكمل، هنلف بقى في يعني هنلف شويه في الدول، لانه اكيد في كل دوله في حد بيمثلها. تليفون جاهز ولا لسه؟ تليفون طيب جاهز. طيب احنا دلوقتي معانا تليفون، مكملين جولتنا في ايطاليا. الحقيقه برضو للست المصريه هيكون ليها دور فعال هنا في العمليه الانتخابيه. هيكون معانا على التليفون ولاء عبد اللطيف، عضو لجنه المراه بجاليه العالم العربي في ايطاليا. الو الو، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. طبعا انا بحييكي في البدايه وبرحب بحضرتك. عايز اسالك ازاي بتستعدوا للانتخابات الرئاسيه للمصريين في ايطاليا؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، احنا استعدادنا للانتخابات باديه من بدري شويه، من ساعه ما بدانا نحس ان هو اولا نفسينا و يعني صحافنا واعضاء الجاليه هنا اهوت المصريه، سيدات ورجال، طبعا من خلال صفحات السوشيال ميديا على عمل توكيلات للمرشحين للرئاسه. دايما كنا بننزل بوستات تحفيزيه ليهم ان احنا بنحفزهم ان هم ما يكسلوش، طبعا انت عارفه ان طبعا من جميع انحاء روما ممكن يكون المشوار بعيد شويه للسفاره، بس طبعا احنا ما كناش يعني كنا دايما تشجيع، وكل حد بيروح يعمل توكيل بنتواصل معاه وبننزل له صوره على السوشيال ميديا من خلال احنا عندنا، انا مسؤوله صفحه راديو العرب في ايطاليا. فطبعا لما الاصدقاء واصدقاء الاصدقاء لما بنشوف بعضنا بقى رايحين نعمل توكيلات وبنتصور بالعالم، ويعني حاجه بتفرح وكلنا بقى بنشجع بعضنا، فروحنا يعني كم كبير جدا من المصريين. وهو صور الحقيقه معبره جدا، يعني بتحسوا بالاجواء دي، بتحسسكم قوي بروح الوطنيه. جميله جميله. يعني على فكره الحاجات دي يعني احنا لما بنخش السفاره اساسا بتاعتنا بنحس ان احنا في مصر. طبعا يعني اكيد احساس تاني بياخدنا ان احنا رحنا بلدنا. استاذه ولاء، عايز اعرف منك ايه اهم النقاط اللي تم توضيحها للجاليه المصريه في ايطاليا؟ اهم النقاط ايه؟ اللي تم يعني بتعرفوهم ايه؟ المصريين هناك علشان قبل الانتخابات يعني بيجيبوا معلوماتهم منين؟ بص احنا هنا اهوت يعني السوشيال ميديا فرقت جدا جدا في التواصل من اهوت بيننا وبين بعض. طبعا عارفه ان ايطاليا كبيره وروما كبيره برضه، يعني انا بتكلم عن روما عشان احنا هنا اهوت من روما، بس احنا الجروبات بتاعتنا بتشمل كل مدن ايطاليا. يعني انا ممكن بيبقى ليا صديقات كتير انا ممكن ما كنتش شفتهم ولا عارفاهم، بس في مدن ثانيه ايطاليه من خلال تقريبا الجروبات، هنا في جروبات مصريه كتير شلنا كل المصريين. وما ننكرش طبعا حاجه لازم نقولها ان اكبر تجمع. طيب استاذه ولاء، خليني اروح لنقطه برضو مهمه، يمكن احنا بنعرف نعالجها هنا في مصر، لان بيبقى عندنا صفح رسميه، بيبقى عندنا في بيانات بتطلع، الشائعات المغرضه بيطلع عندكم شائعات برضو مغرضه مثلا بره في الدول الاوروبيه في اثناء الانتخابات، ولو بتطلع بتعالجوها ازاي؟
بصي طبعا الشائعات دي طالما وجد وجد الانسان وجد ده وجد الشائعات في مصر او في ايطاليا، لان الشائعات دي ممكن حد يكون خبر مش مؤكد ليه يقولوا كانه خبر مؤكد خلاص الناس كلها تصدقه. بس احنا ان يعني لو اتقال خبر على سته اتجاهات صح في ناس كتير قوي الحمد لله برضه. يعني انا زوجي قوي هشام هو بيكون صحفي ومسؤول عن جروبات كتير هنا في ايطاليا، بيحاول يجيب الاخبار الدقيقه، ولو في ارى مثلا خبر مش صحيح دايما بنصححه للناس بنصححه للجمهور. وهو عضو بالمناسبه في حمله مواطن لدعم مصر في الخارج، من خلال الحمله دي حقيقي يعني في مبادرات حلوه قوي. هي الحمله معموله في كل اوروبا في كل المغتربين المصريين. طبعا حلو جدا ان برضو عندكم بره بتعرفوا، لان يعني مش الاشاعات او الشائعات موجوده في مصر بس، لا هي موجوده بره، ويعني زي ما موجوده في مصر اكيد هي موجوده كمان خارج مصر. بس يعني كويس ان انتوا كمان بتعرفوا تتصدوا الشائعات دي.